أولا. المقدمة الثانية أنه إن شاء الله تعالى إذا انتهينا إلى بحث الإمامة الخاصة للإمامة العامة، يتذكر الإخوة نحن قلنا يوجد عندنا بحثان، بحث في الإمامة العامة وبحث في الإمامة الخاصة. في الإمامة الخاصة هناك سنبين أن النبي أفضل من الجميع، وأن أمير المؤمنين أفضل الجميع بعد الخاتم، وهكذا هناك روايات تبين لنا أفضلية بعض الأئمة على البعض الآخر، يعني فضل الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام على باقي الأئمة، فضل الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام على جملة من الأئمة، وفضل الأمير عليه أفضل الصلاة والسلام على جميع الأئمة ما بعد الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا فهذه القاعدة عامة، وهي أن هناك تفاضل بين الأئمة. بس هذا التفاضل أيضا مرجعه إلى ماذا؟ بحث آخر لعلنا نوفق له في أبحاث الإمامة الخاصة. ولكن هذا المقدار بنحو الإجمال نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أفضل من الآخرين بعد الخاتم. هذا المقدار نعلمه، ولكن في أي شيء هذه الأفضلية والأكملية ذاك بحث آخر. إذن على النبي والأئمة أيضا ينطبق قوله تعالى، يعني من مصادق قوله تعالى وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني أن النبي أفضل من الآخرين، الأمير أفضل من الأئمة الآخرين ونحو ذلك.